اهلا، هاي اولا. في الفيديو اللي فات اللي كان بعنوان لماذا كل ما نراه مزيف، اللي اذا انت ما حضرته لسه ماذا تفعل، روح شوفه الان. كمون، هنا بنستناك. anyway، وقفنا نقاش عند النقطه الثانيه المثيره جدا. دماغنا دائما بيحاول انه يصنع الانماط، وسالنا سؤال بسيط: احنا من وين بنشوف؟ مين المسؤول عن الرؤيه في اجسامنا؟ العين طبعا. نوب، الجواب هو الدماغ. الصورة اللي انت بتشوفها مش مهمة بقدر انت ايش فاهم منها. العين هي الجزء اللي بيبعت المعلومات الخام البكسلات الضوئية للدماغ. بعدها الدماغ لازم يخلي هاي الصورة تصنع معنى. فهذا اللون اسود، وهاي جاكيتا، وهذا شخص اسمه عبد. مجموعة الخطوط هاي هي كلمة معناها تأمل او طير في بالك، ولازم نعملها سبسكرايب الى اخره. بدون عمل الدماغ الصورة ما حيكون لها اي معنى. زي ما قال الشاعر مرة: The eye doesn't see what the brain doesn't know. العين ما بتشوف إلا اللي الدماغ بيعرفه. عشان هيك بالنسبة لك تخطيط الإي سي جي هاد مجرد خطوط عشوائية، بس بالنسبة للدكتور في جلطة عاجلة للمريض احتمال يموت منها. وكتير شغلات مشابهة ما حدش بيفهمها إلا أصحابها، زي الأكواد، النغمات الموسيقية، خط كتابتي، الساعة اللي عمره أقل من 5 سنين، أغاني إمينيم، اللي هو إذا دماغك بيعرف الشغلة حتفهم وتطلع منها معنى، إذا ما بيعرفها مش حيشوف منها حاجة. وهي الخاصية رائعة، لأنه من خلالها بنقدر نحدد متى بتنقصنا المعرفة ومتى بنمتلكها. لأنه نظرتنا لشيء وعدم فهمه بدفعنا أنه إحنا نبحث، نتعلم، نتخيل، لنعرف ونطور من أنفسنا ونكون ناس أفضل. مش دايما. شوف، في كتير من الأحيان الصورة ما بيكون لها معنى، أو المعنى الموجود إحنا ما بنعرفه، فدماغي يضل ساكت ويحكي أنا مش فاهم. دماغنا بيبدأ يجيب العيد، لازم يكون لصورة معنى، وإذا ما لقاه بيبدأ يدور، وفي كتير من الأحيان يخترع هذا المعنى. حكينا في الفيديو اللي فات إنه من هاي الطرق إنه بيحاول يدور على الأنماط. ففي مجموعة النقاط هاي عندنا كوكب زحل. في الغيمة هاي ممكن نشوفها رقم 9، أو سماعة إيربود، قطعة بروكلي، أو بنت بشعر مكنفش. والظاهر الأكثر انتشارا إنه لازم نشوف وجوه في كل مكان. In every freaking where. مش بس هيك، الصورة بتتأثر بالمحيط. ففي الصورة هاي الخطوط المتعرجة مستقيمة، الدوائر المتحركة هاي ثابتة. لو طلعت في النقطة الحمراء اللي في النص لنص دقيقة الألوان حتختفي. مش مصدقني؟ وقف الفيديو وجرب. كذلك استيعابنا للألوان مش ثابت، بيعتمد على تفسيراتنا ومعلوماتنا، أو حتى على أعمارنا وخلفياتنا الثقافية. المتحدثين بالروسية بيميزوا درجات اللون الأزرق أحسن من باقي البشر، لأنه في لغتهم اللون الأزرق الفاتح والأزرق الغامق كلمتين مختلفات. وهذا الأمر يفترض ما يكونش غريب علينا، لأنه إحنا بنسمي اللون الأحمر والأحمر الفاتح أسماء مختلفة. فعشان الروسيين عندهم كلمتين للون الأزرق فبيقدروا يميزوه أحسن من غيرهم. كذلك الدراسات بينت إنه البنات بيميزوا درجات الألوان أحسن من الشباب. أرنو يمكن عشان عندهم الأخضر بيختلف عن الترقوازي أو النعنعي أو الفيروزي. انتو أدرى. فزي ما انت شايف، الثقافة واللغة والجنس حددت طريقة رؤيتك للألوان. في عنا عدة ظواهر تانية في لخبطتنا مع الألوان المستمرة، زي الفستان هذا اللي محدش عارف شلونه، وهاي هاي هاي الصورة ما فيش فيها أي لون أحمر. مجرد وجود الفراولة مخليك تشوف لون أحمر. يعني عالمنا غريب كفاية. في ناس بتطير أكثر من 35 كيلو على أجهزة أيرون مان، في سيارات بتسوق حالها، هاك في ناس اليوم صدق أن الأرض مسطحة، بس إنه هاي ما فيش فيها أي لون أحمر. anyway، لهذا السبب لما نروح على تشريح الدماغ بنلاقي انه في قشره الرؤيه في عندنا منطقتين. منطقه الرؤيه الاوليه رقم 17 الصغيره هاي هي المسؤوله عن احساس الرؤيه، عن المنظر اللي انت بتشوفه وبتشعر فيه. لكن منطقه الرؤيه الثانويه الكبيره هاي اللي هي في الحقيقه منطقتين 18 و19 هي المسؤوله عن تفسير الصوره، عن باقي شغل تكوين الانماط واستيعاب المحتوى والهبد احيانا. الغريب والمثير والمحزن انه بعض الناس ممكن تجيهم جلطه في هذا المكان، فهي المنطقه بتموت. يعني قدرتهم على تفسير اللي بيشوفوه بتروح. هاي الحالة الغريبة بنسميها العمى الإبصاري أو فيجوال أجنوزيا. المصاب بيشوف زينا زيه، لكن ما بيقدر يميز الأشياء اللي هو بيشوفها، الأشكال، الرسومات، الحياة، أو حتى الوجوه ما بيقدر يتعرف عليها. هو شايف المنظر، هو شايف التقوس اللي فوق والعمود اللي تحت، بس مش قادر يميز إنه اللي قدامه شجرة. الشغلة لو تفكر فيها مخيفة. تخيل تصحى صبح وتطلع في المراية وما تقدر تميز إنه هذا وجه أو إنه أنت صاحب هذا الوجه. لتقريب صورة لأذهاننا، أحد الفنانين رسم لنا صورة العبقرية هاي. لو سألتك حدد لي شغلة أنت شايفها في هاي الصورة، أي مجسم إله أي فكرة أنت قادر تتعرف عليها؟ أنت شايف مناظر مألوفة بس ما فيش معنى أو تفسير نهائي لأي إشي. تخيل لو أنه غرفتك في الصباح أو الحياة كلها زي هيك، كأنك بشكل مستمر شايف الكلمة هاي بكل تفاصيلها بس ما بتعرف إنه معناها تخيل. أمراض الدماغ جدا مثيرة، هنحكي عنها بتفاصيل أكتر بكتير في فيديو منفصل قادم. تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لتشوفوه أول ما ينزل. اللي مش حاب يعمل اشتراك بعد ما يفسر لي ليش هو مش حاب يعمل اشتراك، هتلاقي الرابط في أول وصف أول ما تنزل. anyway، لأنه الحياة أوقات بتكون عادلة. أي نعم، الأمر مش محصور بس على النظر أو الرؤية، الشم والسمع والتذوق بيتموا بنفس الكيفية. لو أجاك ورم دماغي في منطقة الشم ممكن تصير تشم روائح غريبة أو روائح أول مرة أنت بتشمها، لأنه اللي بيشم فعليا هو الدماغ مش الأنف. السمع كذلك، الصوت بتأثر بالصورة. شفنا في الفيديو اللي فات كيف منظر الشفتين المختلف خلاك تسمع صوت مختلف. في هذا التسجيل اللي رجع انتشر من فترة،
الناس اختلفت هل هي بتسمع رورال أو ياني. أي نعم الكلمتين ما فيش بينهم أي حرف مشترك غير يعني الأي اللي هو حرف علة فهو كيرز. حتى إحساس الجلد بتأثر بالمحيط ومعلوماتنا ومخاوفنا. لحد هاي النقطة واضح أنه مفترض عنوان الفيديو كان العين والأنف والأذن والجلد ما بيحسوش بدل ما هو على العين بس. But who knows who cares I don't. نرجع لموضوعنا. أي نعم إحساس الجلد بتأثر بالمكان ومعلوماتنا ومخاوفنا. لما تكون في مكان مهجور أي إشي بلمس جسمك حتفزع منه. لو ورقة تحركت على كتفك حتفكرها عنكبوت. حتى ردات فعلنا بتختلف بناء على اللي إحنا بنفكر فيه. في تجربة مشهورة كانوا بيجيبوا مشترك بيغطوا إيده وبيحطوا مكانها إيد مزيفة جلدية. بعديها بيبدأ المختبر يمسح بفرشاية على الإيدين، الإيد المزيفة والإيد الحقيقية. الشخص بيحس من إيده الحقيقية لكن شايف المسح بيصير على الإيد المزيفة. بعد مدة وبدون إنذار بيقوم واحد مازع الإيد بالمطرقة وشاهد ردة فعل الناس اللي أغلبهم لوهلة حسوا بالخوف وإنه إيدهم فعليا هي اللي بتتعرض للأذى. سو في النهاية إيش بنتعلم؟ نتعلم إنه في الحياة مش مهم المنظر ولا الصوت ولا الرائحة ولا الإحساس، المهم هو التفكر اللي بيصير بعد هذا المنظر والصوت والرائحة والإحساس. أي نعم حواسنا ضعيفة وناقصة وبتهبد أحيانا، لكن إحنا لازم نعرف إنه وراء هاي الحواس أداة مبهرة وبديعة جدا اسمها الدماغ، اللي من خلاله فقط قدرنا نكتشف هذا النقص ونقدر نميزه ونعبر عنه عن طريق حله الوحيد في التخيل والتفكر. فالقاعدة ثابتة، خلونا نتخيل.